السلام عليكم. النهارده بقى عندنا دقيق زي ما قلت لكم، وعندنا سمنه وعندنا 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 بسم الله ما شاء الله. اول حاجه ما تنسوش نظافه بيتك، تبدا بلاستر، خليك في المضمون، خليك مع لاستر. كل منتجات لاستر ليهم موزعين في كل الاماكن، وعايزين موزعين تاني، بنزل اعلانات دايما على صفحه الفيسبوك عشان خاطر اللي حابب يشتغل مع لاستر. طيب النهارده بنعمل قرص الطريه. لقيت عندي كيس عجوه باقي من رمضان نصفه شويه، احطها في الميكرويف، وعندي جبنه، هعمل حبه بالجبنه وحبه بالعجوه. احنا ما بنحبش القرص الساده. بصوا بقى اقول لكم مقادير الكيلو. عندي كيلو دقيق، ده لبن رايب ولا لبن رايب العادي، حط نص كوبايه، وده لبن قاطع اللي هو نسيناه لما قطع كده. عندك لبن قطع نسيتيه وقطع كده ما ترموهوش، ناخد منه نص كوبايه، كوبايه بحالها. لا مؤاخذه، ممكن طبعا تحطي معاهم معلقتين زبادي، انا بحب دايما احط زبادي، بديها طراوه حلوه كده. ممكن تحطي معلقتين قشطه تعلي الطعم، بس انا ما قلتش قشطه، مش مشكله. يعني بص، ممكن تحطي المقادير كلها لبن، لبن قاطع او لبن حليب. ممكن تحطي المقادير كلها لبن رايب، ممكن تحطي كوبايه لبن حليب وكوبايه لبن قاطع، واحده زبادي وكوبايه لبن كده. وعندي كوبايه ونص سمنه على زيت، ممكن سمنه بس وممكن زيت بس، انا دايما بحط الاثنين على بعض. وده نص كوبايه ميه عشان ادوب فيها الخميره. وعندي كيس بيكنج بودر بحاله، كيس خميره بحاله، رشه ملح، يا بسكوته، وعندي 4 معالق سكر. طيب اول حاجه الميه اهي، ميه بارده عاديه جايه من الحنفيه، واحط فيها الخميره، شويه سكر كده، على جنب 5 دقايق. في خلال 5 دقايق اكون سخنت دي في الميكروويف واكون سيحت السمنه. بص العجوه بقت زي الملبنيه، والسمنه كمان سيحتها. بسم الله. اول حاجه نبدا عجانه بقى. عندك طبق بلاستيك براحتك، ادي الدقيق ده كيلو، رشه ملح، وكيس بيكنج باودر. اما السكر الباقي ده انا هدوبه في اللبن بعد ما اخد السمنه. قلبتهم اهو كده، المواد الجافه على بعض، ادي السمنه عليهم. السكر لما بنحطه كده بيعمل زي نقط فوق القرص، مش عايزين النقط دي خالص. ادي السكر، وادي الحليب اهو، واللبن الرايب كمان. اذا بس السكر يدوب جواهم. انا بقى هقلب السمنه عليهم بحيث اغلف الدقيق كله بالسمنه. طبعا احنا لازم نغلفها كويس عشان خاطر متتعجنش كتير. بصوا لازم نعملها كده لحد تبقى شبه حبات الرمل، كل الدقيق متغلف بالسمنه. وزي ما قلت لكم ينفع سمنه وينفع زيت، وينفع سمنه على زيت، ينفع لبن رايب بس، ينفع حليب، ينفع زبادي على لبن رايب، على ايه براحتك المتاح عندك. لو عندكم لبن قطع يعملوا بيها بتبقى خطيره. عجنها كده قد 5 دقايق، بعد كده اوريكم شكلها بقى يبقى عامل ازاي. بصوا بصوا الدقيق بقى عامل زي الرمله ازاي. ده كده الدقيق متغلف بالسمنه، او سمنه وزيت، او سمنه على زيت براحتكم. بصوا بقى لازم توصلوا للمرحله دي، عشان اول ما بنحط الماده السايله كلها بنلم العجينه، بس بنلم ما بنعجنش كتير. بصوا بصوا امسكيه كده، هي كده حلوه كده تمام. بصوا الخميره
العجنه كده نلم كده، متعجنش كتير، بنلم بس، نلم العجينه بس يا اخوانا. تلم كده العجينه كلها اتلمت، بقت حته واحده، والطبق بقى نضيف معانا. شايفين كده انا بعمل ازاي؟ اهو بدات تلم معانا اهي. جيبي من تحت بس الاحسن تعجني في طبق غويط عن ده. الطبق الغويط بتاعي معرفش راح فين. طبعا عايزين حبه ماده سايله كمان. بسم الله. بصوا كف ايدك كده وتبداي تلمي العجينه. اخر حبه كده بياخد كوبايتين سوائل. بصوا بدات العجينه تنضف معانا ازاي كده. شرط نجاح العجينه معاكي ان العجينه تنضف معاك كده وتلاقيها كلها اتلمت في حته واحده. غسلت الرخامه وفضيت عليها، هلم كده. بصوا كده بسيط خالص كده عشان الفتافيت دي كلها مش مالك اعملها فيها. اهي الرخامه عندي زي الفل، وهنقطع عليها كده كده اصلا. بس كده لم كل الفتافيت دي كلها كده اهو. ناعمة زي الملبن. بصوا جمالها اهي. عايزة حبة مادة سايلة كمان تاني، ممكن نديها حبة لبن قاطع. لبن قاطع ولموهم بقى فيها وخلاص على كده. العجينة بتبقى ناعمة، لازم العجينة تبقى ناعمة معاكي. لمي بس كده، لمي كده وخلاص على كده. الله دي هتبقى قرص خطيرة يا ولاد. الفرن بعد ما عملت فيه التورته حلفت قلت لازم اعمل لكم حاجات كتيرة. دقيقتين بالظبط عجني كده فيها، برده مش حرك، لا بتلمي بس، بتلمي كده يعتبر. ممكن بقى في المرحلة دي بدل ما تحطي اللي انا حطيته دوت تحطي مثلا معلقة قشطة. بس كده حلوة اوي. بصوا بصوا جمالها. اغطيها واسيبها نص ساعة تريح بس على ما الم الدنيا حواليها كده. صلوا على رسول الله، صلوا على النبي، اللهم صل على النبي. العجينة تحفة يا ولاد، تحفة يا ولاد. بصوا بالصلاة على النبي. هو على طول ان العجينه بتسقع النبي زي الملبن. طلع النبي كده العجوه كده اهي. هنعمل حبه سادة عشان امي. بصوا نعمل حبه وحبه وحبه. ممكن تدي توزن العجينه يعني تخلي القرص كلها قد بعضها. هنا انا لا خدها 50 جرام القرصة او 30 جرام على حسب الحجم اللي انت عايزاه. بسم الله بالصلاة على النبي. بصوا العجينة تحفة. خلصت كده اهم حاجة. بصوا كده تحطها في الصينية. ممكن طبعا تقطعي كله وتركني كله، تقطعي كله تحشي كل مره واحده. ممكن الحركه دي كده اهو بتخلي تطلع معاكي مدوره. عايزه اقول لكم ريحه السمنه البلدي فيها بسم الله ما شاء الله. طبعا ما تلزقهمش في بعض، احنا لسه هنبططها. ممكن تعمل قرص قد كده، ممكن قد كده، ممكن قد كده، براحتكم. السلام عليكم. العجينه بسم الله ما شاء الله طريه وناعمه وحلوه قوي. جربوها يا جماعه زي ما وريتكم. ما ينفعش تتعجن في العجانه،
تنفعش عجينة، هنا ما بتحتاجش عجن كتير. خلص بقى الحبة اللي بالعجوة دول، وبعد كده اخش على طول في ايه، نعمل حبة سادة كده كده عايزاه صغير، حجم صغير. شايف الحجم؟ عايزاه بقى تقبض الصغيرة بالحجم ده، هتبقى كبيرة. شيل منها حتة، طبعا بعد ما بططها هغطيها واسيبها 10 دقايق بالظبط على ما اعمل الصينية التانية، تكون بالصلاة على النبي ايه هي ارتاحت. حجم الورد اللي انتوا عايزينه اهي، دي كبيرة برضه اهي. هنحشي برضو جبنة، عندي جبنة، هنحشي حبة بالجبنة، هنعمل حبة سادة. كنت اعمله بسرعة ايه عند كريم ما يصحى، عشان ايه افطر منه قبل ما ينزل يروح الشغل. العجينة عشان مرتاحة، بسم الله ما شاء الله، سهلة في الفرد معايا. ممكن كده اهي برضو، او زي ما اوريكوا كده اهي. الله يرحمك يا بابا، الله يرحمك يا عفاف. كنا بقى لحد ما اخلص الكميه كلها. اما الساده بقى هجيب الحته كده اهو، بس الساده هنكبرها شويه عشان ايه حلو كده، عشان هشغل الفرن دلوقتي. بكون قاعده مزاجي رايق واجي اعمل فين ولا حاجه بوزن، احنا في المطعم عندنا بنوزن الكفته عشان كل سيخ يبقى قد التاني. ساعات بوزن العجينه، بقعد اوزنها كلها وبعد كده بكمل. خلاص هعملها كلها، واما اجي حشوه الجبنه اقولها لكم برضه. انا ولعت الفرن، بصوا بقى يا ولاد، الافضل لما تيجوا تعملوا معجنات تعملوها حجم صغير. ليه؟ عشان لو كبيره وحد لقاها كتيره عليه ما يقعدش يقطم منها ويسيبها، لا تبقى حجمها صغير كده تبقى حلوه. هنحط فيها عجينه، فانتوا عودوا نفسكم تعملوا حاجه حجمها صغير. انا عاملاها حجم صغير كده، دي بتتباع بالميزان تحت في في الفرن، مش عارفه الكيلو بكام بصراحه. عجوه حلوه وطريه. ولعت الفرن ورا عشان اول صينيه هتطلع، خلصها دلوقتي اروح عاملاها. طلع الجبنه برده كمان دلوقتي، اي جبنه بس الافضل يبقى بلاش جبنه دلعه، مش يبقى لها طعم ولا حداوه، مش حدا قوي. انا عندي جبنه اللي هي علب بس حلوه، ولا حدا قوي ولا دلع قوي، طعمها حلو. ايوه طعمها حلو فيها. بصوا الساده اهي، اضغطوا عليها، انا ما ضغطتش عليها في الاول لقيتها بتمط معايا. لما تلاقي العجينه بتمط معاكي سيبيها دقيقتين بس تتريح، هتفرد معاكي بكل سهوله. طبعا هي لسه
هتخمر شوية. ونجيب العجوة بسم الله ما شاء الله. طلع بقى الجبنة دلوقتي وحشة حبة بالجبنة كده. هدي الجبنة اهي حتة. نحاول يا جماعة ما نخليش الجبنة باينة من الطرف. نقفل كويس عليها عشان ما تطلعش في صينية وتتحرق. الله حلو. بتدي عايزة اتنين. مش عايزة بس ايه. حاولوا ما تبانش ولا من فوق ولا من تحت عشان ما تتحرقش. قوموا اعملوها يا جماعه، ولو زياده منكم حطوها في الفريزر، مش هيجرى اي حاجه خالص. عايزكم المفروض اجيب بخاخه عشان ابخ بيها القرص. للاسف ما عنديش بخاخه، بس اللي بتتبخ بالبخاخه مش القرص دي، القرص التانيه بتاعت الفرن مش دي. بس افتكرت كنت هبخها كنت هبوظها. مش دي بتتبخ بميه. اجيب بتاع بقى ادخل بيه الفرن. بصي يا ولاد، القرص الساده هنديها شوكه، اللي بالجبنه مش هعمل لها حاجه خالص، اما اللي بالعجوه هديها ضربه سكينه كده كده خطين كده. كده يا لوحي يا لوحي. دي بتقعد في الفرن من 10 ل 12 دقيقه بس. اول ما تتحمر من تحت بتشغلي فوق على طول، لو عندك فوق وتحت شغلي يبقى حلو قوي. كمل بقى الكميه كلها. يا بسكوت. طلعنا اول صينيه من الفرن هوريها لكم. بسم الله. لازم تتغطى طبعا. كبرت وحطينا واحده مكانها على ما نخلص. خلص بقى كله والم الدنيا وطب الكميه كلها. اول صينيه خلصت، اخد واحده خديها يا مريم كلوها. شكرا. نفضي بقى. بصوا بقى الساده دوها يا مريم اهي. ومكانها كده نحط ده. تقريبا على ما اسوي كله هلاقي الصينيه خلصت تقريبا يعني. ده كويس ان صدفه بنتي مش هنا نايمه عند امي، بتحب العجين حب اكتر مني تقريبا. بتاع الفرن تحت احفظها، كل ما اشوف حته عجينه احمد ده حته عجينه كل ما نشوف وشه. بس الكمية كلها خلصت اهي. الناس بس اللي حابه تروح في الصينية اللي في الفرن وخلاص. خلصنا يا جدعان يا جدعان خلصنا. بصوا بصوا من جوه عامله ازاي. لازم تجربوها يا جماعه. لو انتوا عاملين كمية حطوها في الفريزر مش هجرها اي حاجة. اعملوها بالجبنة، اعملوها بالعجوة، اعملوها سادة تحفة. ده غير بقى اللي كلوه ما تقوليش على التليفون. ماشي، اشوفكم بكرة ان شاء الله. باي باي.